البشرة المجهدة الشاحبة المتعبة والجافة تحتاج لعناية خاصة لأنها تفتقر للنضارة والحيوية، لذلك سأقدم لكم اليوم بإذن الله وصفة لإزالة الشحوب من البشرة وإعطائها نضارة ولمعان بإذن الله. تعمل هذه الوصفة على تفتيح البشرة وتبييضها وتصفيتها وإزالة الإصفرار والشحوب منها، كما تعمل على إزالة الهالات السوداء والحبوب والبثور والرؤوس السوداء والبيضاء بإذن الله. ولعمل هذه الوصفة نحتاج إلى الزبادي أو الياورت الطبيعي، نحتاج أيضا إلى بودرة الحليب المجفف ونشاء الذرة أو الميزنة، وآخر مكون معنا هو النسكافيه أو قهوة سريعة الذوبان. نأخذ ملعقة كبيرة من الزبادي أو الياورت الطبيعي ونضيف إليه ملعقة صغيرة من بودرة الحليب المجفف وملعقة صغيرة من نشاء الذرة أو الميزنة وملعقة صغيرة من القهوة سريعة الذوبان أو النسكافيه. نمزج المكونات جيدا حتى نحصل على ماسك يسهل تطبيقه على بشرة الوجه، إضافة إلى كل الميزات التي ذكرتها على هذا الماسك، فإنه يعمل على شد الرقبة بشكل رائع ويزيل السواد منها، كما أنه يزيل السواد من الوجه وخاصة حول الفم. بالنسبة لطريقة الاستعمال، يغسل الوجه ثم يوزع الماسك بداية من أسفل الرقبة وكامل الوجه وحتى تحت العينين، لأنه رائع جدا للقضاء على الهالات السوداء، كما يمكنك وضعه كذلك على الجفون. يترك هذا الماسك على الوجه ربع ساعة ثم يغسل بالماء الفاتر ثم البارد لغلق المسامات. بعد ذلك ترطب البشرة بواسطة المرطب الخاص بك أو أي نوع زيت يناسب بشرتك. تستخدم هذه الوصفة يوميا للحصول على أفضل النتائج. نضعها في علبة محكمة الإغلاق ونحتفظ بها بالثلاجة صالحة الاستخدام لمدة أسبوع كامل. وفي الأخير دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم.